كنت عايز أسألكم انتوا الاثنين، ايه حكم قيام الليل في رمضان؟ قيام الليل في رمضان هو سنة، فعلا هو سنة مؤكدة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. طب السؤال الثاني، ايه اللي بيحصل في اول ليلة في رمضان؟ الليلة دي بتفتح فيها ابواب الجنة، مش بس كده، ده الشياطين بتتسلسل فيه كمان من اول ليلة لحد اخر ليلة. طيب كنت عايز أسألكم على السحور في رمضان، هل هو فرض ولا سنة ولا واجب؟ يعني السؤال غريب شوية، بس انا عارف ان السحور سنة عادي، يعني ما انت لازم تاكل عشان تقدر تواصل صيامك، امال يعني هتصوم ازاي؟ طيب الصائمون يوم القيامة بيدخلوا الجنة من باب، الباب ده اسمه ايه؟ تقريبا كده والله اعلم هو باب الريان. فعلا باب الريان هو الإجابة الصحيحة، انت متردد ليه يعني؟ طيب السؤال ده صعب جدا، ايه هو الحيوان اللي بيصوم في رمضان زي البشر بالظبط؟ فعلا انا قريت المعلومة دي، بس بصراحة انا مش متأكد منها قوي، يبدو والله اعلم كده انها الأفعى. طيب نسيب المتابعين يردوا علينا في الكومنتات ويأكدوا لنا الإجابة، اللي عارف الإجابة يسيبها في كومنت، وما تنساش اللايك والمتابعة.